خيول جل مغمرات يا حي. هكذا الانطلاق أيها الحمد الكريم في هذه اللحظات بعدما تابعنا شواهين مبارك بن حمد بن عود العامري من قدم شواهين بيتقدم رائع وجميل 7:55 توقيت الزمني. ينطلق شوطنا مشاهدين العزاء الأول المهجنات الأصايل انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين. هكذا الانطلاق وهكذا الإثارة في هذا الصباح. ناخذ مقدمة الشوط والمركز الأول وتتقدم تحذير راشد بن مبارك بن محمد الشامسي قدم تحذير مع المركز الأول في هذه اللحظات بينما ذيبة ومنصور بن السبع بن سعيد الشامسي يقدم ذيبة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. تتابع المركز الثالث في هذا الانطلاق والتقدم مع المركز الثالث في هذه اللحظات والحضور في هذه الإثارة المستمرة. تأتي مع المركز الثالث وعد ومبارك بن عويضة بن سيل الخيلي يقدم وعد مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم أيها الحب الكريم وتأتي الوسمية محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي خذت المركز الرابع في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. المركز الخامس وتقدم مع ظبي وسلطان بن مسعود بن سعيد النيادي خذت المركز الخامس وبعد المركز الخامس أتابع بعد المركز الخامس هذه الذلل التي سارت في هذا المسار وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. 3 كيلومترات متبقية عن الوصول وعن العبور نحو خط النهاية ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الأبداع في هذا الصباح من قبل هذه الذلل التي سارت في هذا المسار وبهذا الانطلاق المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف التحدي وشوف الأبداع مشاهد الكرام ولكن لا زال التحذير مع المركز الأول. تحذير على الصدارة ومقدمة الشوط في هذه اللحظات وبهذا الأبداع المستمر. راشد بن مبارك بن محمد الشامسي يقدم تحذير بهذا التقدم وبهذا الأبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني بلقى ذيبة منصور بن السبع بن سعيد الشامسي. منصور بن السبع بن سعيد الشامسي يقدم الذيبة مع المركز الثاني في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. أتابع المركز الثالث والتقدم في هذه اللحظات وتقدم الأشعار أيضا مشاهد الكرام من الشعارات
المهمة اللي هي وعد، وعد مع المركز أيضا الرابع في هذه اللحظات وبهذه التحديات. مبارك بن عويضة بن سهيل الخيل يقدم وعد مع المركز الثالث، المركز الرابع، الوسمية مع المركز الرابع، هذه هي الوسمية. وهناك أيضا مبارك بن محمد مبارك أو محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي يقدم الوسمية مع المركز الثالث في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. أتابع اللي بعد هناك، تابع لهذه الأسماء، تابع لهذه الشعارات التي قادمة بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر ما شاء الله. ولكن لا بد ملعودة، لا بد ملعودة هناك مع مقدمة الشوط مع المركز الأول، التقدم والإثارة في هذا الصباح وبهذا الإبداع المستمر ما شاء الله. وتبارك الرحمن، شوف الانطلاق وشوف التحدي والإثارة في هذا الصباح. هذه هي تتقدم على مقدمة الشوط اللي هي تحذير، اللي هي تحذير الكيلو والنص المتر الأخير، وتحذير لا زالت على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذه التحديات المستمرة. راشد بن مبارك بن محمد الشامسي يقدم اللي هي تحذير في هذه اللحظات، يقدم هذه النوعيات، يقدم هذه الإثارة بأول انطلاقات المهجنات الأصايل ما شاء الله. الوسمية، الوسمية، الوسمية بدأت توصل في هذه اللحظات على مستوى المركز الثاني، يقدمها محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي، وصل مع الوسمية على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث وصلت وعد مع المركز الثالث في هذه اللحظات، والمركز الرابع تابع، أتابع المركز الرابع عندك يا بن السبع، والمركز الخامس هناك مسافة بيننا وبين المركز الخامس. نكتفي بهذا القدر، نكتفي. يا سلامي على هذا التحدي، يا سلامي على هذا الإبداع، يا سلامي على هذه الإثارة. تحذير الوسمية، 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 وسلالة الوسمي غنية عن التعريف ما شاء الله. وتبارك الرحمن على هذه الإثارة، على هذا التقدم المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. هذه هي الوسمية، هذه هي الوسمية. أيضا محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الأخيلي، يا سلام عليك، يقدم الوسمية بهذا التقدم وبهذا الإبداع المستمر على الصدارة على مقدمة الشوط. وتحذير، تحذير، يا سلام على تحذير، بدأت تتقدم في هذه اللحظات. ولكن الوسمية، الوسمية أروحت، الوسمية أروحت، أروحت بنت الوسمية أروحت بهذا الانطلاق وبهذا التحدي المثير. علم شاركت هذه الذلول في هذا الموسم وقدمت إبداعات مثيرة كذلك في الموسم الماضي على أرضية ميدان المرموم، على أرضية ميدان المرموم قدمت إبداع كبير كذلك لمحبي هذا الشعار، نقلت التهاني والتحيات. يا سلامي عليها بنت الوسمي، هذه هي بنت الوسمي، يا سلامي عليك مشكور. أيضا محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي يقدم هذه الذلل، يقدم هذه النوعيات ولحظات الوصول، العبور نحو خط النهاية، تهانينا وناموس، وترقبوها في المرموم ما شاء الله. وتبارك الرحمن، المركز الثاني عندك يا راشد بن مبارك بن محمد الشامسي اللي هي تحذير، خطفت المركز الثاني والمركز الثالث. أيها الحبل الكريم في هذه اللحظات أيضا وصول ودخول مع الديبة منصور بن السبع بن سعيد الشامسي، أما لخذت المركز الرابع هناك تقدم من خلال تواجد وعد مبارك بن عويضة بن سهيل الخيلي، خذت المركز الرابع والمركز الخامس. شوف المتابعة مع المركز الخامس، هذا الوصول يبدو أن أشعار بالحوتة يقدم ملوع عبد الله بن سالم بن أحمد بالحوتة العمري، خذت المركز الخامس. والمركز السادس كان وصول مع أبي سلطان بن مسعود بن سعيد النيادي، 7:56. تهانينا وناموسة. أيضا مبارك أو محمد بن مبارك بن يمعة بن كلثم الخيلي على فوز الوسمية وحصولها على المركز الأول.